السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. واحلى ما نبتدي بيه الكلام الصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة من مطبخ هالة، هي عبارة عن سندوتشات سريعة التحضير وبسيطة في مكوناتها. انا هنا معايا 5 مكونات، عبارة عن كابوتشايا خس ونص كيلو او كيلو الا ربع، دي حاجة براحتك، برضو بني، ومعايا 3 بصلات وطماطم، وطبعا الفلفل ده حسب الرغبة حسب ما تحبي. ويلا بينا نبتدي الفيديو. حبيبي انا هقطع البني قطع صغيرة، يعني مكعبات زي ما تحبي، ودي حاجة ترجع لك برضو براحتك، قطعيها بشكل طولي، تقطعيها بشكل صغير، بشكل مكعبات حسب رغبتك. وهنا معايا 3 بصلات، هبتدي اقطعهم شرايح زي ما احنا ما شايفين كده، هو بشكل طولي، لان الطريقة ديت بتخلي البصل ليه مذاق خاص كده، بيبقى مسكر. تقولي ازاي؟ هقولك معرفش، بس هي الطريقة دي او التقطيع الشرايح بشكل طولي بتخلي البصل ليه طعم جميل جدا وواضح جدا في اي اكل انت بتعمليه. وهنا هبتدي اخد الطماطم كمان مقطعها، هي التانية برضو بشكل مكعبات صغيرة زي ما احنا ما شايفينها كده، هوت مكعبات صغيرة جدا. هبتدي دلوقتي اقطع الفلفل الحار لقطع صغيرة، شرايح صغيرة زي ما احنا ما شايفين كده. وطبعا انت ممكن تستبدلي الفلفل الحار لو انت ما بتحبيش الحاجة فيها شطة، او الاولاد ما بيحبوش الشطة، فبالتالي احنا ممكن نستغنى عنه ونبدله بفلفل رومي اخضر او فلفل الوان. هبتدي اقطع الكابوتشاية او الخصاية زي ما قطعنا الطماطم والبصل والفلفل. المكونات بتاعتنا يا جماعة زي ما احنا ما شايفين كده، هما 5 مكونات، عبارة عن البانيه مقطعينه مكعبات، والطماطم برضو نفس الموضوع، والبصل عبارة عن شرايح، والفلفل شرايح صغيرة، والكابوتشاية زي ما احنا ما شايفين كده هوت، هنقطعها برضو قطع صغيرة بحيث ان هي ما تاخدش حيز ولا مكان في الفينو. وزي ما انتم ما شايفين انا حضرت كل مكوناتي، ما خدتش مني وقت خالص في التحضير، انا كده جاهزة. ويلا بينا
هجيب طاسة احط فيها معلقتين سمنة او تلاتة، واحط عليها كمان شوية زيت. تمام كده، واسيب الزيت والسمنة لما يسخنوا تماما عشان ابتدي انزل فيه شرايح البصل. شوحت البصلة والدنيا كده بقت تمام ودبلت معايا شوية، هبتدي انزل بالبانيه واسيبه شوية على النار لحد ما ياخد لونه، او اللون بتاعه بمعنى اصح يتغير، ياخد اللون الابيض. وهتشوفوه معايا دلوقتي، بصوا كده خلاص هو خد اللون الابيض. هبتدي اخلطه على البصل اللي انا ركنته على جنب. ولو انتي وصلتي معايا لحد هنا ومش مشتركة معايا في القناة وعجبك الفيديو، اتمنى ان انتي تشتركي معانا في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان اوعي تنسيني في اللايك، ولو عندك اي سؤال خاص بالوصفة انزلي واكتبيلي كومنت وانا يشرفني الرد عليكي. هنا انا نزلت بغطا خل، وبعد كده حطيت الطماطم ونزلت بالفلفل، ودلوقتي هنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن كمون وملح ومرق الدجاج، ورق لوري، شوية بهارات صغيرين، بصل بودر. وسبتها تتكمر على النار وغطيتها، ورحت عشان اقطع الفينو واجهزه عشان خلاص احنا قربنا نخلص الوصفة بتاعتنا. ودلوقتي رجعت لها تاني ورفعت الغطا من عليها، وكانت خلاص ابتدت تنشف وشربت المية كلها بتاعتها اللي نزلت من الطماطم والفراخ. ودلوقتي انا حطيت دبس رمان عبارة عن معلقتين، وحطيت كمان معلقتين صوص صويا، وهعصر عليها نص ليمونة. وكده ابقى خلصت الوصفة بتاعتي، وهديها تقليبة وهسيبها على النار دقيقة او دقيقتين بس عشان تاخد طعم دبس الرمان وصوص الصويا والنص ليمونة. وكده خلاص الدنيا بقت تمام، وهنروح نحط عليها شوية كابوتشا او خس اللي احنا قطعناه وجهزناه قبل كده، شوية صغيرين مش كتير زي ما احنا ما شايفين كده، لان الخس بيدبل. بصوا اول ما حطيته على الوصفة ابتدى يدبل ازاي وما بياخدش حيز. الدنيا كده تمام وزي الفل. انا كده خلاص هرفعها من على النار وهروح اعمل السندوتشات بتاعتي. بصوا كده الدنيا زي الفل، خلاص الخس معايا، وادي صوابع الفينو ابتدي احط فيها الخس. وبرده هرجع واقول لكم ان ده حسب الرغبه ليكم، اللي بيحبه بيحطه في قلب الساندوتش، واللي مش حبه ما يحطوش، هي مش اجباري في الوصفه. سندوتشاتنا النهاردة عملية وجميلة ومفيدة، وزي ما احنا ما شايفين كده كل مكوناتها بسيطة متوفرة عندنا في البيت. اي وقت اقوم اعمل سندوتشات للاولاد، مغذية ومفيدة وجميلة، طبعا هتنفعهم جدا لو هم قاعدين بيذاكروا وما فيش وقت
ان هما يقوموا يقعدوا معاكي عشان ياكلوا، انا بعملها لهم وبوديها لهم لحد عندهم وهما بيذاكروا. وربنا ينجح اولادنا واولادكم جميعا يا رب. شايفين جميله قد ايه؟ حلوه قوي وبالهنا. وزي ما قلت لكم قبل كده، اوعوا تنسوني في اللايك، واللي مش مشترك يشترك عندنا في القناة عشان يتشرف بيه، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد. وأشوف وشكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.